أعمال الاجتماعات السنوية البنك الدولي صندوق النقد، وكله بيتكلم على تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، ولكن في مصر الحمد لله نصيب مصر من هذا الاستثمار زاد، وده مثل حي نشهده النهاردة أن بالفعل نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر زاد عالميا. ودايما احنا بنرحب شركة بيبسيكو، يعني احنا مش اي استثمارات بندعمها ونحفزها، الاستثمارات الجادة، الاستثمارات الجيدة، الاستثمارات اللي هي نسميها quality investment، زي ما رئيس الشركة اشار، استثمارات قيمة مضافة، فرص عمل، تدريب وتنمية مهارات، بعد اجتماعي، مسؤولية مجتمعية. وبعدين مش بس استثمار صناعي، ولكن نتكلم على تنمية زراعية، نتكلم على تنمية مهارات. فبالفعل المنظومة متكاملة نفخر بيها، وهو ده الاستثمار الأجنبي المباشر اللي احنا حريصين ان احنا نشوفه بيزيد في بلدنا. تاني حاجة بقى هقول، فعلا دايما الواحد بيسأل الاصلاحات الاقتصادية، دايما السؤال ده بيطرح في أي لقاء، امتى هنشوف نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؟ النهارده دي احد نتائج البرنامج الاصلاح الاقتصادي. برنامج الاصلاح الاقتصادي سواء سياسات ماليه او نقديه، انا لسه بفتكر اول استثمار واحنا في واشنطن، وكانت شركه بيبسيكو متواجده، كانت يعني لقاء منظمه الغرفه المصريه الامريكيه، وفاكره ان كان فيه كتير من التحديات في بعض الشركات، وكنت سعيده جدا في لقاء مع سياده الرئيس النهارده والشركات كلها، يعني بتاكد قد ايه ان هذا البرنامج دعمهم لدخل استثمارات اكبر، ولخطه طموحه لاستثمارات اكتر في الفتره القادمه، وهو ده اللي احنا كنا متوقعه. بالفعل برنامج اصلاح اقتصادي تنموي شامل، مناخ استثمار افضل، ولازم هنا طبعا يعني اشكر القياده السياسيه لدعمها ان احنا نتحرك. الرؤيه في الاخر سياده الرئيس هو اللي وضحها، واحنا تحركنا بناء على هذه الرؤيه، كان تحسين مناخ الاستثمار بيئه الاعمال، وبالفعل ازاي ان احنا نبني جسور الثقه بين الحكومه والقطاع الخاص، كان دي نقطه مهمه، وكان مش هنقدر نبنيها غير بالحوار، ان احنا نسمع المشاكل المستثمرين وان احنا نحلها، وان هم برضو يبقوا شايفين ايه هي حقوق الدوله، وازاي ان احنا في الاخر تبقى هي مصلحه واحده في الاخر، يعني احنا عارفين الشركات تتوسع وتزود انتاجيه، وكنا لسه بتكلم مع رئيس الشركه احنا عايزين نشوف بيبسيكو كمان بتصدر، لان عدد كتير من الشركات دلوقتي بتصدر، احنا بنتكلم مصر موقع استراتيجي سوق كبيره، ولكن لما بنحط كمان الاتفاقات التجاره الحره مع دول كتيرة سواء افريقيا والدول العربية اوروبا، بنقول ان احنا كمان نرى لهذه الاستثمارات، فاحنا ان شاء الله هنعمل معاكم مع طبعا بالتنسيق مع زميلي، لان انا هنا برضو بمثله وزير التجارة والصناعة، لان هو عنده زيارة مهمة الى السودان، فكان الصبح متواجد معانا وقال لي ان انا برضو هو يعني بيشكر وبيبارك لشركة بيبسيكو، لان ده قطاع صناعي مهم جدا، قطاع الأغذية والشركات، قانون سوق رأس المال، قانون الإفلاس، قانون تأجيل التمويل والتخصيم، قانون المنظم للنقل الجماعي، عربات الأكل، يعني هي منظومة متكاملة من الإصلاحات التشريعية اللي فعلا كنا حريصين إن احنا نحسن مناخ الاستثمار، وكله اتعمل بالتشاور مع رجال الأعمال وممثلين مستثمري والهيئات الدولية، والحمد لله احنا النهارده يعني كلنا مصر بتجني ثمار هذا البرنامج الاصلاحي، اللي احنا بنتكلم على فرص عمل، بنتكلم على تحسين دخل المواطن المصري، بنتكلم على زياده الانتاجيه، فكده بنتكلم على التصدير، يعني بنجيب عمله اجنبيه مش بنستورد ونحتاج العمله الاجنبيه.